بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الجافا. وفي هذا الدرس بنكمل على الإف ستيتمنت، وهذا الجزء التاسع اللي بنتكلم فيه عن شيء يسمونه الدانجلينج إلس. في هالجزء هذا راح نبين أو نعرف الدانجلينج إلس، او بمعنى اخر احنا ممكن نقول الرولز، يعني حق يعني خلينا نقول الشروط اللي هو شلون نربط او نسوي توفيق بين الالس مع الاف اللي تتبعها. فالشرط هنا يقول an else matches with the nearest، يعني إيه هي ترتبط مع اقرب وحدة، اقرب اف سابقتها، ما لها unmatched preceding سابقتها، unmatched يعني ما لها else، يعني هي أقرب واحدة لها قبلها، ما لها else سابقتها، وهي مو محطوطة الF مو محطوطة داخل البلوك. نلاحظ في المثال هذا عندي F، عندي F ثانية داخلها، وعندي else واحدة. الالس هذه تتبع اقرب اف لها، فلما اروح كذي اقرب اف هذه، لكن طبعا وتكون قبلها، وهذه اقرب وحده وقبلها. هل هذه الاف لها الس لحد الان غير اللي قاعد نتكلم عنها؟ ما لها الس، فالحين تمام. هل هي موجوده داخل بلوك؟ هني بلوك بلوك هني، بحيث ان الالس برا البلوك والاف هذه داخل بلوك. لا، اذا هذه الالس تتبع هذه الاف، ما تتبع الاف الاولى. حتى لو انا حطيت الالس تحت الاف الاولى، هي ما لها شغل على قولتهم الاندنتيشن، هي لها شغل في القانون هذا، هي تتبع اقرب اف ما لها الس، ولا هي موجوده في بلوك وتكون قبلها. طبعا هني اخذنا نفس المثال بس حطينا الاف هذه داخل بلوك، يعني قبل الاف فتحنا بريس، وعقب ما انتهت الاف سكرنا البريس. فصارت هني انا اروح حق الالس، ابي اخذ اقرب وحده، هذه اقرب وحده قبلها، قبل هذه اقرب وحده وقبلها، مالها اف هم هذه مالها اف، لكن that is not in a block، هذه داخل بلوك، اذا هذه ما تصير. اذا انتقل لفوقها، اللي فوقها هذه اقرب وحده قبلها، ما لها الس ولا هي داخل بلوك، اذا هذه الالس تتبع الاف هذه. اذا هذه اذا كانت الجواب خطا راح ينفذ الالس هذه، اذا كان الجواب هذا خطا ما راح ينفذ هذه ولا راح ينفذ شيء ثاني، وراح يطلع برا ويكمل من اللي بعد. لكن في الحاله هذه اذا كان هذه غلط ما راح ينفذ شيء كلش ويطلع برا، اذا كانت هذه غلط راح ينفذ اللي بالالس لان الالس تتبعها. المثال الثاني هنا قلنا إذا كان الجي بي اي أقل من 2، إذا أنت جي بي اي مالك قليل يعني درجاتك ما كانت زينة فلذلك معدلك مو زين، وكانت درجتك أكبر من 60 لكن بنفس الوقت أقل من 70، فأقول لهني ترى بي كيرفول، أنت بروحك معدلك شوية وهم درجاتك قليلة، المعدل ما راح يزيد بالعكس يمكن راح ينقص. لكن اذا انت يعني خلينا نقول اكثر من 60 وبنفس الوقت مو اقل من 70، يعني 70 صاعد، اقول له ترى ها معدلك على افتراض ان 70 هي 2، اذا افترضناها هي 2 فبالتالي اقول له معدلك راح يزيد. طبعا مقدار الزياده ايش كثر راح يزيد يعتمد على ان انت قريب من 70 ولا بعيد من 70. الالس هني عندي اللي هي اقول له اذا طبعا السكور مو اكبر من 60 ترى اقول له يورج بي اي والديكريز راح ينقص. طبعا ليش انا حددت هالاشياء هذه وقلتها؟ لان احنا قلنا الالس تتبع اقرب اف لها قبلها، ما لها الس ولا انها في بلوك، ولا وحده في بلوك، وهذه اقرب وحده وقبلها ولا لها الس، اذا الالس هذه تتبعها. نروح حق الالس اللي عقبها، الالس اللي عقبها تتبع اقرب اف، اقرب اف هذه
لكن وقبلها لكن فيها لها else إذا ما راح تتبع هذه. إذا نروح اللي قبلها ال F هذه هي قبل هذه وما لها else وكذلك هي ليست في بلوك طبعا أقرب واحدة لها فبالتالي تتبع ال else تتبع هذه إلا إذا حطينا هني braces فال else هذه راح تتبع ال خلينا نقول ال GBA أقل من 2 فهني غيرت الرسالة أنا لأن هني لما كان تتبع هذيك اللي مو أكبر من 60 فأقول له معدلك معناته يتقل من 60 معدلك راح ينقص لكن هني ال GBA مو أقل من 2 أكثر من 2 فأقول له ممتاز أنت keep going خليك مستمر خلي معدلك يستمر أكثر من الاثنين. اللي قدامنا هو تطبيق على المثال الأول. فهني قاعد نقول if n1 أكبر من الصفر وبعدين سؤال داخلها يعني إذا كانت أكبر من الصفر وبعدين سؤال ثاني if n1 أصغر من العشرة فكأني قاعد أقول له إذا كانت من الصفر إلى العشرة قول لي ترى ال n1 is between 0 and 10 else n1 is greater than 10 ال else هذه راح تتبع ال f هذه فإذا ال f هذه مو أصغر من 10 معناتها 10 وصاعد راح تكون 10 وصاعد طبعا ممكن نحط greater than or equal to 10 إذا مو أقل من العشرة فلو رحنا حق البرنامج هذا سوينا له كوبي هني سوينا له سيف رحنا للشاشة السوداء كوماند برومبت قلنا له جافا سي ونحط له بيست دوت جافا نسوي كومبايل الحين نسوي رن السهم ذي فوق نمسح دوت جافا ونمسح السي ونسوي رن ندخل مثلا رقم بين الصفر والعشرة خلينا نقول 5 فقال لي 5 اللي هو n1 is between 0 and 10 موجودة بين الصفر والعشرة لو دخلنا رقم أكبر من العشرة فنقول له 15 فقال لي 15 أكبر من العشرة لو دخلت رقم أقل من الصفر ناقص 5 ما راح يعطيني شيء لأنه ما عنده else تابعت له ال else الثانية تابعة حق اللي أكبر من العشرة هني عدلنا على البرنامج سميناه حطينا على A بالأخير وبس حطينا هني brace فتحناه وهني سكرنا البريس عشان يكون هذه يحتوي على الF هذه علشان نخلي الألس هذه ما تتبع هالF الألس هذه راح تتبع الF الخارجية فلو سوينا كسوينا كوبي حق البرنامج هذا سوي كوبي حق اسم برنامج قوله كوبي حفظ احتياطا نروح للكوماند برومبت ونقول له جافا سي و بيست طبعا ممكن كنت انا اخذ الاسم السابق وازيد عليه A ونقول له كومبايل بعد ما يخلص نمسح الدوت جافا من هنا نمسح السي من هنا ونسوي رن خلنا ناخذ نفس الارقام ناخذ الخمسة أول شيء والخمسة المفروض يقول لي بين الخمسة والعشرة ممتاز الحين خلنا ناخذ 15 خلنا نشوف راح يعطينا الشيء ولا ما يعطينا المفروض ما راح يعطينا لأن الألس خليناها طبعا خلنا نسوي رن أول نحط له 15 ما أعطانا شيء لأن صارت الألس ما تتبعها تتبع الأولية والأولية إذا كان أكبر من الصفر فبالتالي خلنا نعطي قيمة أقل من الصفر فأقول لهني مثلا ناقص 4 فقال لي الـ N1 is less than 0 لأن بعد ما غيرناها إحنا أنا يعني غيرت هني فخليتها تصير less than 0 مو أكبر من 10 لما كانت تتبع هذه كانت أكبر من 10 لكن لما خليناها تتبع هذه حطيت الرسالة اللي تدل على المكان هذا هذا تطبيق على المثال الثاني
وهني حطينا الاف جي بي اف جي بي اي اصغر من 2، واذا كان السكور اكبر من يساوي 60 لكن نفس الوقت السكور اصغر من 70 راح اقول له بي كيرفول، لان درجتك هني مو عاليه بين 60 و70 وانت معدلك اقل من 2، المفروض ترفع المعدل فتجيب درجه احسن. لكن الالس هني اذا مو اقل من 70 معناته اكبر من 70 معناته يور جي بي اي ويل انكريز، يعني معناته ان الجي بي اي مالك راح يزيد عن 2 اذا افترضنا ان 70 هي 2، فاللي فوق 70 يعني على الاقل يصير يعني 2 او ازيد، فبالتالي تزيد عن اللي اقل من 2. اذا الالس اذا الاف هذه كانت مو اكبر من يساوي 60 معناته اقل من 60 معناته اقول له يور جي بي اي ويل ديكريز، راح ينخفض الجي بي اي مالك. نسوي كوبي حق البرنامج، اسم برنامج ونحفظه احتياطا، نروح للشاشه السوداء نقول له جافا سي، نقول له بيست دوت جافا ونسوي كومبايل. بعد الكومبايل نمسح الدوت جافا، نمسح السي، نسوي رن، فناخذ بعض الاحتمالات. احتمال من الاحتمالات انه اول شيء دائما السؤال الاولي هو بالجي بي اي اقل من 2، فخلنا ناخذ جي بي اي اقل من 2. السكور طبعا اول شيء السكور هني خلينا نحط له السكور 66 اللي هي بين 60 و70 والجي بي اي 1.5، فالمفروض يعطينا اول وحده بي كيرفل. لو رحنا مره ثانيه سوينا رن راح نزيد السكور نخليه 77 علشان يقول الجي بي اي راح يزيد، ونفس الشيء هذا نخليه 1.5 عشان ندش في المكان الاول، فيور جي بي اي ويل انكريز. خلينا نروح ندخل مره ثانيه السكور خلينا نخليه 55 علشان يكون اقل من 60، ونشوف الالس الاخيره وين راح تدفعها، ونفس الشيء هذا نخليه 1.5، فبالتالي يور جي بي اي ويل ديكريز. لكن لو صار الجي بي اي اكثر من 2 ما راح يكون له الس، ترى ما راح الاوليه اول اف ما راح يكون لها شيء، حتى لو حطيناه لها قيمه هني، لو حطيت له مثلا هني الجي بي اي 3 فما راح يعطيني شيء، معناته ان الاف الاولى ما لها الس. هذا تعديل عليه سميناه اي، حطينا زيادة، وكل اللي سويناه هني حطينا قوس هني قوس هني، يعني قاعد أقول له هني ترى هذه الاف هذه أول شيء الالس الأولي تابع الاف هذه، إحنا الالس هذه كانت تتبع هذه في مثالنا السابق، لكن الحين حطيت أقواس وهذه صارت داخل البلوك هذا، فبالتالي الالس مالتها اذا لها الس لازم تكون داخل البلوك، اذا واحده الس داخل برا البلوك ما راح تصير لها، فالالس هذه راح تاخذ اول الس فاضيه قبلها، لكن هي تكون قبل البلوك اللي موجود فيه، فبالتالي راح تتبع هذه، لذلك هني غيرتها قلت لك كيب جوينج، اذا انت مو اقل من 2 معدلك اكثر من 2 اذا خليك مستمر. نروح نسوي كوبي، ممكن نروح حق الشاشة السوداء وناخذ السابق ما دام احنا موجودين ما شلناه، ونقول له هذه ونحط هني دوت اي 02A، وبعدين ممكن نروح حق اللي قبلها ونزيد لها اي ونسوي رن. خلينا ندخل نفس ارقامنا اللي مساع اول ما دخلنا 66 1.5 66 1.5 مثلا، راح يعطينا بي كيرفول مثل ما اعطانا قبل. هنروح الحين ندخل 77 1.5، ومفروض يعطينا نفس اللي عطانا قبل يور جي بي اي ويل انكريز. لكن الحين لما ندخل القيمة هذه المفروض ما راح يطلع لي هذه، لان احنا ما خليناها تتبعها، خليناها تتبع اللي قبل. فلما احط 55 الجي بي اي 1.5 ما راح يعطينا شيء، لان ما حطينا لها الس هذه، شلنا الالس منها وخليناها حق الاف اللي فوق. الحين اخر احتمال اللي سويناه مساء اللي هو 66.3، هذا راح يعطينا الالس
اللي يقول keep going، خليك مستمر لأن نتائجك يعني أو الجي بي اي مالك 3، فبالتالي ودنا إنه يستمر 3 وإذا ما تحسن أكثر من هذا.